ميدو جابر من احسن اللعيبه في مصر، بس هو يشد حيله طبعا. هو ان شاء الله لو اتحسن هيدخل منتخب مصر بسهوله، لانه لعب كويس، وان شاء الله اتمنى له كل خير. كله بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن، وعايزين نشوف احسن من كده بكتير. انت عندك كتير، بس انت يعني مشغول شويه، حاسس ان هو مشغول، بس هو عنده كتير والله ميدو جابر، ويقدر يعمل اكتر من كده بكتير. اقول له يعني اهتم بنفسك اليومين دول عشان خاطر النادي الاهلي، يعني نادي عظيم ونادي كبير وليه اسمه وتاريخه، ف يعني يا ريت يهتم بلياقته البدنيه اولا ويهتم بالتدريب وربنا يوفقه ان شاء الله. اقول له انت لاعب ممتاز وحد كويس، اهتم بنفسك اكتر، العب اكتر، ارفع من مستواك اكتر، الاهلي مستني منك حاجات كتير قوي. بقول له هو لاعب كويس وربنا يكرمه ويلعب، يعني يبتدي يخش بالفورمه مع النادي الاهلي. أقول لميدو جابر أنت سعيد تعتبر في النادي الأهلي، النادي الأهلي ده مؤسسة قومية وإحنا بنحترمها وبنعزها وبنتمنى لها كل الاحترام والتقدير، ونادي بطولات يجب عليك إن أنت تبقى يعني تعزو حزب محمد صلاح. اللمسة الأخيرة بس هي اللي مش ظابطة معاه، وربنا يوفقه، بس هو بس محتاج اللمسة الأخيرة بس مش أكتر. لازم يشتغل على نفسه أكتر الفترة الجاية، وإن شاء الله بإذن الله يبقى من يفيد الأهلي الفترة الجاية، ويبقى من الناس اللي دعمه للفريق. والله ميدو جابر لعيب كويس، انا زملكاوي على فكره، بس بحب ميدو جابر جدا، بس لازم يدوه الفرصه، يعني قعدته اكيد هتقل من مستواه، فنتمنى يعني المدرب الجديد يدوه الفرصه ويلعب، لان هو لعيب كويس جدا. يعني انا بحبك يا ميدو.